والعجيب عند التأمل، وهذا ما يسميه البعض بوحدة الموضوع في التفسير، في تفسير السورة، بمعنى أنك لو نظرت إلى السورة بأكملها وبجملتها لوجدت أنها تتحدث عن مواضيع شتى. هذه المواضيع تجد ذكرا لها في أول السورة وفي ثنايا السورة وفي أواخر السورة، وهذا ما يسمى عند البعض بالوحدة الموضوعية. أعطيكم أمثلة سريعة. سورة البقرة مثلا أول الآيات تتحدث عن الإيمان، لو أمعنت النظر لوجدت في ثنايا السورة حديثا عن الإيمان، ولو نظرت إلى آخرها لوجدت حديثا عن الإيمان. آمن الرسول في الوسط، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. في أول السورة تجد حديثا عن الإنفاق، في ثناياها تجد الحديث عن المنفق عليه، عن مصدر الإنفاق، عن الإنفاق الظاهر والإنفاق الخفي، عن الإنفاق على الكفار. تجد وحدة موضوعية متكاملة في السورة.